عاجل تنصيب صغير بن عزيز وزيرا للدفاع بدلا من المقدشي بقرار من الرئيس هادي. لنشاهد التفاصيل. للمزيد من الأخبار لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة. أكد مستشار الرئيس هادي موافقته على تغيير وزير الدفاع في حكومة معين في محاولة لقطع الطريق أمام طارق صالح قائد الفصائل الموالية للإمارات في ساحل الغربي لليمن. وقال أنيس منصور المستشار الإعلامي بسفارة الرئيس هادي بالرياض إن الاتفاق نص على تعيين صغير بن عزيز وزير الدفاع خلفاً لمحمد المقدشي الذي اشترط الرئيس هادي تعيينه مستشاراً للرئيس لشؤون الدفاع والأمن. ومع أن تخلي هادي عن الدفاع قد يتسبب بضربة قاسمة لنائبه علي محسن الأحمر، لكن الخطوة تشير إلى أن الرئيس هادي يحاول تحجيم طموح طارق صالح الذي كانت السعودية تضغط لتعيينه مستشاراً لشؤون الدفاع والأمن والحد من سحبه بساط الشرعية العسكرية من تحت هادي ومحسن الأحمر. وجاء اتفاق الرئيس هادي خلال لقاء جمعه بنائب وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان الذي زاره في وقت متأخر من مساء الأربعاء بعد سلسلة ضغوط وصلت حد التهديد بتحييد هادي عبر نقل صلاحيته لرئيس حكومته معين عبد الملك.